فهي تعطي السلاح بقدر للدولة الأوكرانية حتى تدافع فقط عن العاصمة. ولكن إن الآن يعني خسرت أوكرانيا تقريبا 25% من أراضيها، وستخسر أكثر، ربما تصل ما تخسره إلى ثلث الأراضي الأوكرانية، ولكن لن يسمح لروسيا بأكثر من ذلك، ولن يسمح لروسيا بضم هذه الأراضي التي اقتطعت من أوكرانيا إلى الدولة الروسية، بل بالعكس كما يعني أشرت لحضرتك أن هذه المناطق ربما سوف تتمتع بحكم ذاتي بشكل أو بآخر، أو يعني يتكون فيها جمهوريات جديدة، والدولة الروسية نفسها سوف تتفكك وتنقسم، لأن الداخل الروسي ليس متماسكا. الجانب يعني الداخل الروسي الآن فرحان، يعني فرح، شعب فرح بأن لديه رئيس قوي، وهم طبعا شعب سكران إلا من رحم الله، فهو يعني هم في دوخة السكرة، يعني هو شعب سكران، هو طول عمره شعب سكران، الشعب الروسي إلا من رحم الله. فالسكر يعني لذة السكر وتصور أن يعني الدولة القيصرية سوف تعود وكذا.